القبض على اللاعب المصري مروان محسن في الجيزة. ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على مروان محسن لاعب النادي الأهلي لاتهامه بإصابة موظف في حادث تصادم بشارع ثروت أمام كلية فنون تطبيقية بالجيزة. وذكرت التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إن بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة الجيزة بلاغا من رواد شارع ثروت يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وتبان من خلال الفحص والتحري إن اللاعب مروان محسن لاعب النادي الأهلي المقيم بمدينة 6 أكتوبر أثناء قيادته سيارته المرسيدس اصطدم بموظف بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني 51 سنة يقود دراجته الهوائية ما نتج عنه حدوث إصابات بكدمات وسحاجات مختلفة. وعلى الفور تحفظت القوات على اللاعب وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.